صلى الله وسلم على رسول الله، صلى الله وسلم على حبيب الله، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليك يا ملك الزمان ويا إمام المكان ويا قائما بأمر الرحمن ويا ذي الكتاب ويا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من السماء والأرض عيدته، يا من يعطي كل الله عيدته، يا من يغفر ويسوي دعواته ويدرب بركاته ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا رجال الغيب، السلام عليكم يا أرواح المقدسة، يا نقبة يا رجبة يا نقبة يا بدلة يا وتنة للنبع، يا إمامة يا قدو يا قدو يا أمانا، أغيثنا بوسط، وانظرونا بنظرة، وارحمونا وحسنوا مرادنا وعودنا، وقوموا على قضاء حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة، عند نبينا وحبيبنا شفنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سلمكم الله تعالى في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا عليه السلام. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الى حضره المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الرؤيا بين إخواني من الأنبياء المرسلين وإلى الملائكة المقربين المكرمين والشهداء الصالحين وكل مصاب كل رؤيا من سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما كان سنة بينهما إلى يوم الدين. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كرم الله وجل ردهم، ثم إلى الرحمة الصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين، وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث المفسرين وسائر سادات وصوفية المحدثين والأرواح كل ونورية المسلم وسند مشاكلنا وغربها ومن يمينها إلى شمالها. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى روح جميع المشايخ القادرية والنقشبندية وجميع الطرق خصوصا سيدنا ومولانا سلطان الأولياء لكل شعب القادر الجيلاني وسيد شعب القاسم جل البغدادي وسيد سلسل السيدي وسيد شعب القرر وسيد شعب الأزم سلسل البصري وسيد شعب جبان الصادق وسيد شعب يد المسلم وسيد زهر الأمداد وسيد شعب محمد بهاء ودين الصبدي حضرت الإمام الرباني ونفعنا الله بعلومهم وكرماتهم وبركاتهم ومدنا بالنصر والشهود لله لما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى روح شهداء الإسلام في بلادنا إندونيسيا مثل إمام الدعوة إلى الله ورسوله سنن مولانا مالك إبراهيم وسنن عبد الأحمد رضي الله وسنن كثير وسنن درجات وسنن بن عثمان ذات شيخ شرفي ذات الله تربان وسنن قدوس وسنن مولي وسنن كريم جل وعظم إلى حضرة سنن سلطان مولانا حسن في البلاد وسنة الولاية أفعل الله بعلومهم وكرامتهم وبركاتهم وأمدنا بالأبصار شهود الله ثم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأرواح وسورهم وقرائهم أهل سلاتهم الأسنانهم خصوصا سيد الشيخ أحمد المسمس وسيد الشيخ الكريم تنالا وسيد الشيخ محمد نبي تنالا وسيد الشيخ محمد السيدني وسيد الشيخ من سهالي تبقر سيد الشيخ تبقر سمكاري مسوي وسيد الشيخ دزانا نفعنا الله بعلومهم وكرامتهم وبركاتهم وامدنا بالأبصار شهود الله لما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح أهل القبور الذين كانوا في هذه القرية وإلى روح الله يغفر لهم ويرحمهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن لم يكن علينا ولمن أوصانا وأوصانا كل الخير ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات من مشارق الدين ومغاربها من يمينها إلى شمال المقام والبر من سيدنا آدم إلى يوم القيامة شهود الله لما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع
وأنذر روح الشر وأحلال المغيب فبشره بغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم سيفا فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء بشر مدينة بن يسار قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم إني لن أخفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون كيف أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم العزم وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن عملنا الدنيا وفي الملك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقول لنا هذا وعن إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقينا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَمَن يَعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ
قد سمعوا به ولا يعقلون وما نعمرنا نكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشرع ولا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الفضل على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعم فهم لها مالكون ودللنا هذا فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي يعد من الشجر الأخضر نارا فإذا تبدو توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله الذي من الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأضعنا الذي بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الذي ربنا لك ذكرى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الذي ربنا لك ذكرى فإن مع بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ربنا لك ذكرى فإن مع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فإنا مع بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فإنا مع بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم يا قاضي الحاجة 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 اللهم يا كافي المهمة 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 اللهم يا رفيع الدرجة 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 اللهم يا دافي البلية 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 اللهم يا محل المشكلة 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 اللهم يا مجيب الدعوة 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 اللهم
اللهم يا مجيب الدعوة اللهم يا شفي الأمر 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 اللهم يا أرحم الراحمين 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 صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب سلطان الأولياء سيدي شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
واكب حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله Hasbunallah wa ni'mal wakeel.